الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم جيد اخذنا في الدرس الماضي دلاله او الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا يدخل فيه فعل المعصوم وتقريره. في هذا الدرس سوف نركز على بيان الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، وما هو الفارق بينهما، وأيضاً كيف يكشفان يكشفان عن الدليل الشرعي؟ نحن عرفنا السيرة المتشرعة سابقا وقلنا أنه عمل عند الصحابة في وقت المعصوم هذا العمل يورث لنا ظهورا أو يورث لنا قرائن على أن هناك دليل هناك دليل وراء ذلك العمل ما دامهم في زمن المعصوم وكلهم أو أكثرهم أو قراء متعددة أورثت العلم بأن هذا الفعل كان يصدر عنهم فإذا نستكشف بذلك أن هناك لفظ أو هناك دليل شرعي هسه شنو هذا دليل شرعي ما أدري ولكن هناك دليل شرعي فاذن سيره المتشرعه هي نتيجه لوجود دليل شرعي فهي معلوله لوجود دليل شرعي يعني لولا وجود ذلك الدليل الشرعي فانه لا تظهر هكذا سيره فهي ناتجه من الشرع ناتجه من الشرع جيد اما السيره العقلائيه نحن قلنا عرفناها بانها هي ميل عند العقلاء لاي شيء لعمل معين وهذا العمل هو يقوم عليه العقلاء هل يكشف عن الدليل الشرعي لا يكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العله لا بل هو صدر قبل قبل أي شيء قبل بيان أنه معتبر أو لا يعني سيرة المتشرعة جاءت من أول شيء عندنا دليل شرعي ثم جاءت سيرة المتشرعة أما السيرة العقلائية بالعكس أولا عندنا سيرة عقلائية جرت في وكانت سيرة مثلا قوية جدا ثم سكوت المعصوم عنها ينبه عنها فالسيرة أقدم من الدليل الشرعي سيرة العقلائية أما السيرة المتشرعية لا هي معلولة للدليل الشرعي هذا أولا ثانيا أن سكوت السكوت عن السيرة العقلائية انما كان من خلال وجودها فهي موجودة وكانت فيها ظواهر متعددة تنتج كلها عن هذه السيرة العقلائية وكانت بمحضر المعصوم سلام الله عليه فسكت عنها فاخذنا بعد ذلك هذا الحكم من سكوت المعصوم أما السيرة المتشرعية كما قلنا لا هي ناتجة يعني هناك دليل شرعي هذا دليل شرعي أفرض ما وصلنا ولكن بما أن الأصحاب والمتشرعة في ذلك الوقت كانوا يعملون بهذا العمل فهذا دليل على أن كان هناك دليل لم يصل إلينا وساروا على ضوئه هؤلاء المتشرعة فسيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي. سيرة المتشرعة وراءها تكشفن عن دليل شرعي، أما أما السيرة العقلائية فما تكشف عن دليل شرعي لا، بل هي حينما تكون ناتجة عن ميول عند العقلاء وهذه الميول اصبحت بكثره بحيث ظاهره امام الملأ في زمن المعصوم ثم المعصوم سلام الله عليه سكت عنها فسكوته عنها دليل على ان هذا الفعل الذي جرى عليه العقلاء والذي عمله العقلاء والذي على ضوئه تجري كثير من المعاملات هذا مقبول ما عندنا فيه مشكلة فهي تكشف عن عدم عدم ردع عن السيرة تكشف عن أن المعصومة قد قبل هذا الفعل نحو عمل معين فإذا السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي عند دلالة التقرير مو عن طريق الكشف كما قلنا في السيرة في سيرة المتشرع لا هنا عن دلالة التقرير فأحدهما تختلف عن الاخرى جيد فاذا سكت المعصوم عن مسألة مهمة كان العقلاء يعملون عليها مثلا الا وهي العمل على وفق خبر الثقه مثلا او الاخذ بظهور المتكلم مثلا فهنا الاخذ بظهور حال المتكلم بظهور كلام المتكلم وكانت السيرة العقلائية على هذا الأساس، فعدم ردع المعصومين عن ذلك راح يكون دليل على أي شيء؟ دليل على أن هذا العمل مقبول، أن هذا العمل ليس فيه مشكلة، وإلا حجم السيرة في ذلك الوقت كان حجما كبيرا. والردع لا بد أن يكون مساوي لحجم هذا العمل. يعني مقد يقول قائل مثلاً هو أفرض أنه كان هناك ردع ولكن لم يصلنا أكو احتمال لا ما ماكو احتمال أكو احتمال أنه ولكن بما أنه مثلاً في حجية الظهور أن هذا العمل كان موجود في زمن الائمه كلهم وهذا العمل على مستوى واسع فلا بد ان تكون اذا كان هناك مشكله فيه لا بد ان يكون الردع مساويا لحجم السيره حتى يفعل الامام فعله بصوره واضحه حتى يؤدي تكليفه تكليف الامام هدايه الناس فاذا لم الامام لم يردع عن هذا العمل ولم يذكر لنا التاريخ بان هكذا ردع ظهر عن الامام فهنا نستكشف بذلك ان الامام سلام الله عليه ماذا؟ قد قبل هذا العمل وهذا يعتبر دليل اخر على اي شيء على الظهور اللي قلنا سابقا انه سوف ياتي في صفحه 112 هذه صفحه 112 هذا الدليل فاذا هذا الدليل اللي هي الاستدلال على حجيه الظهور بالسيره العقلائيه ما دام العمل ما دام العقلاء يعملون بهذا بهذه السيره ولم يردع الامام ولم يردع الإمام عن هكذا فعل فهذا يدل على كونها ما فيها مشكلة سابقا استدلنا عنها بسيرة المتشرعة والآن بسيرة ال بالسيرة العقلائية جيد يقول والسيرة العقلائية بهذا المعنى أي معنى اللي هو ميل عند العقلاء تجاه فعل معين طبعا هل عندنا سيرة عقلائية المعصوم نهى عنها قد تكون مثلا مثل أي شيء مثل مسألة الربا في ذلك الوقت فإن العقلاء كانوا في ذلك الوقت مثلا كانوا يتعاملون على مسألة الربا يتعاملون في مسألة الربا بحيث انت اذا تاخذ قرض من شخص فيجب عليك ان ترد هذا القرض مثلا محمل بفوائد فنلاحظ نهي كبير من النبي صلى الله عليه واله ومن الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام تجاه هذا الفعل لذلك كانت حجم الردع واضح فوصل لنا وحرمه الربا واضحه. يقول والسيرة العقلائية بهذا المعنى الذي ذكرناه ميل عند العقلاء تجاه عمل ما تختلف عن سيرة المتشرع ها بينا مواطن الاختلاف المتشرعة ناتجة عن دليل شرعي والسيرة العقلائية قبل الدليل الشرعي ولكن حين حينما سكت الإمام وقرر الإمام هذا الفعل فإنه دليل على جوازه جيد تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم انها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، بيناها لأن اذا كانت إحدى الطرق لكشف الدليل الشرعي فهي تابعة لذلك الدليل الشرعي مثل المعلول للعلة، فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك تكون عادةً وليدة البيان الشرعي، سيرة المتشرعة بما هي متشرعة ناتجة من أي شيء من بيان شرعي، وإلا إذا كانت ناتجة من قبلهم بما هم متشرعة، هذا لا يعد أنها سيرة متشرعية. يعني المتشرع هو الذي يرى الدليل ويتبع هذا الدليل، مو يصنع دليل من عنده. إذا كان بعنوان عاقل فهي صارت سيرة عقلائية. أما إذا كان متشرع وينظر إلى الدليل الشرعي فهنا لا بد من وجود دليل ثم يتبع هذا الدليل فيكون الدليل مقدم على السيرة المتشرعية أما السيرة العقلائية يكون التقرير مؤخر عنها ولهذا وليدة البيان الشرعي ولهذا تعتبر من الذي تعتبر سيرة المتشرعه كاشفه تعتبر كاشفه عنه عن اي شيء عن الدليل الشرعي تعتبر كاشفه عنه عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة ها لماذا كشف المعلول باعتبارها هي ناتجه عن دليل شرعي فإذا كانت موجودة سيرة متشرعية فمعنى ذلك أنه قبلها هناك دليل تبعه هؤلاء المتشرعة وأصبحت سيرة. جيد، وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، العقلاء يعملون بهذا السلوك، لا كنتيجة لا كنتيجة لبيان شرعي مو ما نتيجة بيان شرعي وإلا صارت سيرة متشرعية بل نتيجة لنتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى شنو هذه العوامل شنو هذه المؤثرات بحسب التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم الميول والتصرفات تميل الى هذه المسألة ولاجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين، ها هنا ايضا مسألة وهو ان السيرة المتشرعية خاصة فقط بالمتدينين، اما السيرة العقلائية لا ليست خاصة بالمتدينين، بل يكون المتدين منهم يشملهم ويشمل غيرهم ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل مخاصة بالمتدينين لا بل تخص المتدينين وغيرهم وغيره، وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، بعد واضح لماذا؟ لأنها مو ناتجة من دليل شرعي، لا ما لها علاقة بالدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير. فاذا الامام شاهد وسكت فهذا تقرير فمعنى ذلك ان هذا الفعل كان قبل الامام والامام لما شاهده وسكت عنه او النبي لما شاهده وسكت عنه فانه بذلك امضاه بالتقريب التالي جيد وهو ان الميل الموجودة عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. يعني هذا الميل اللي موجود الله تبارك وتعالى جعله عند كل فطرة سليمة هذا الميل موجود فلما هذا الميل جعلهم ماذا؟ داف... جعل لهم قوة أنه يمارسون هذا العمل. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل هذا ميل موجود والشريعة أمامها موجود هذا الميل. ولم يردع ولم يردع المعصوم عن السيرة. آه. السيرة أمام المعصوم والمعصوم ما ردعنا مع معاصرته لها آه. لابد أيضا أن نستكشف أن تلك السيرة قد عاصرها المعصوم سلام الله عليه يعني مو تكون وراء المعصوم فلا بد اولا من السيره العقلائيه من استكشاف وجود هذه السيره زمن المعصوم هذا اولا وثانيا ان المعصوم لم يردع عنها ثانيا فبعد هاتين المقدمتين نستكشف انها هذه السيره هي مقبوله. ولم يردع المعصوم عن السيره مع معاصرته لها. ماذا يكشف لنا ذلك سيدنا؟ يقول كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وامضائه شرعا. زين سيدنا اكو مثال حول هذا التطبيق نعم ومثال ذلك اللي هذا يذكر هذا المثال هو دليل اخر على حجيه الظهور ذكرنا الدليل الاول كان سيره المتشرعه سيره المتشرعه والدليل الثاني سيره العقلاء ومثال ذلك سكوت الشريعة سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الاخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، لاحظ انه في زمن الائمه كان هناك عقلاء، هؤلاء العقلاء ياخذون بحجيه خبر الثقه والمعصوم امامهم صارت هذه المساله وسكتوا فانه يدل على ان الشريعه تقر هذه الطريقة في فهم الكلام، فإذا الشريعة موافقة لأنها سكتت، زين الإمام كان يقدر يردع؟ نعم كان يقدر يردع، لو كانت هذه السيرة غير صالحة وغير مفيدة لردع عنها الإمام، وبما أنه لم يردع عنها فإنها تكون كاشف ذلك عن كونها مقبولة. فانه يدل على ان الشريعه تقر هذه الطريقه في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجه، اذا صار عندنا دليل اخر على ان الظهور حجه والا لمنعت الشريعه عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي، ها لو كان هذا العمل هو غير مرضي من قبل الشريعه. فوجوب او تكليف المشرع في ذلك الوقت هو بيان هو هدايه الناس فاذا كانت هكذا سيره هي غير موافقه وغير ملتزمه ضمن ضوابط الشريعه فلزم على الامام ماذا ان ان يبين ويردع كيف يردع عن طريق الدليل الشرعي، يقول لا تأخذوا بظاهر الكلام مثلا فإنه فيه مشاكل كثيرة. هنا بما أنه لا وجود لدليل رادع، لو كان لبان بما أنه لم يوجد دليل رادع وخصوصا أمام هكذا سيرة، هذه السيرة كانت سيرة قوية وكثيرة والكثير يعملون بها فاذا كان هناك ردع فالمفروض ان يكون بقوه هذه السيره والا حينما لم يظهر لي شيء فهذا دليل على ان الشريعه موافقه في ولم ليس عندها مشكله مع هذا العمل وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية من خلال عدم ردع المعصوم عن هذه السيرة إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام إذن تبين لنا في هذا الدرس أن السيرة العقلائية تعريفها هي ميل عند العقلاء تجاه عمل ما، وهي إنما تدل على حكم شرعي عن طريق التقرير، يعني لما الإمام يشاهد هذه السيرة وسكت عنها فهي متقدمة على الدليل الشرعي بخلاف السيرة سيرة المتشرعة فإنها فرع وجود دليل يعني أولا يوجد دليل شرعي بعدين من خلال هذا الدليل الشرعي يعمل المتشرعة على وفقه في فيكون تكون سيرة العقلائية مقدمة مقدمة أو متقدمة على الدليل الشرعي بخلاف سيرة المتشرع كما قلنا بان يمكن من خلال السيره العقلائيه استكشاف حجيه الظهور، لانه هذا الفعل كان موجودا في زمان الائمه والنبي ولم يردع عنه النبي ولا الائمه، بل امضوه وامضاؤهم يكون حجه، فيكون عندنا دليلان على حجيه الظهور، واحد السيره المتشرعيه والثاني هو السيره العقلائيه، اما <applause> هذا كله في الدليل الشرعي اللفظي او في الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي اما الدليل العقلي اللي هو قسيم الدليل الشرعي فهذا ما سياتي الحديث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد